إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، يقسم ربنا عز وجل في هذه السورة العظيمة بأن جنس الإنسان في ضلال وخسران، واستثنى من ذلك من آمن وعمل صالحا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على فعل المأمور وترك المحظور والرضا بالقضاء وما أصابه منه. وحقيقة الفوز والخسارة فيها لبس شديد عند أكثر المسلمين اليوم، ذلك لأن الحكم على الشيء قد اختلفت المعايير التي تضبطه بسبب بعد الناس عن دين الله عز وجل. والمسلم لا يقبل بغير شرع الله عز وجل معيارا في حياته. فلو تأملت كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت تعريفا مختلفا كل الاختلاف لما نعتقده عن الفوز والخسارة. فالله تعالى يعرف لنا مفهوم الفوز والخسارة بقوله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الهدف الحقيقي لكل مسلم، أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. هل هذا الهدف هو كل ما يصبو إليه المسلم منا اليوم؟ هل ولدي وولدك هذا هو هدفه في الحياة؟ أم أن الهدف هو جمع المال والوظيفة والدراسة والجاه والسلطان
كل الناس يعمل للدنيا كأنه لا وجود لجنة ولا لنار. عندما أراد صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه أن يهاجر إلى المدينة لحقه المشركون وأبوا أن يتركوه، وقد أتاهم فقيرا، والآن قد اغتنى وأصبح ثريا، فدلهم على مكان ثروته مقابل أن يتركوه يهاجر. افتدى دينه وآخرته بشيء من متاع الدنيا قليل. فما أن وصل المدينة حتى استقبله النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام قائلا له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. الفوز الحقيقي يا عبد الله إن خيرت بين الدنيا والآخرة أن تترك الدنيا. أكثر العامة اليوم لجهلهم يحسدون الوجهاء والأثرياء، لأن عند الجهلة الفوز هو جمع الدنيا من حلالها وحرامها. فهل يا ترى ذاك الثري الذي ماله من سحت وحرام وسوف يسأل عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل يا ترى هذا من الفائزين؟ هل هذا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة؟ هل يعد من الفائزين؟ من لا يصلي مع المسلمين في المسجد في الجماعة كما أمر الله عز وجل، هل من الفائزين الذي يتعامل في يومه وليلته بالربا ولا تتم معاملته إلا بالرشوة أخذا وعطاء وبأكل المال الحرام؟ هل يعد هذا من الفائزين؟ عباد الله، إن العفة والاحتشام هو سمة الفائزة في دين الله عز وجل الذي يقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إن المرأة الفاسقة، وهذا التعريف في كتب الفقه، إن المرأة الفاسقة هي التي تتبرج متشبهة بالكافرات والكاسيات العاريات. والتبرج أمر سهل، أي امرأة إن نزع عنها الحياء تستطيع أن تتبرج وتتعرى وتتكشف لجميع الخلق، ولكن فقط هن المؤمنات الفائزات العفيفات اللاتي يستطعن أن يقاومن الهوى وحب الدنيا فيلبسن الحجاب الشرعي السابغ الكامل. فهل بنتي وابنتك من الفائزات؟ عباد الله، كان حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال أنس بن مالك أخو أم سليم وأم حرام، كان رضي الله عنه وأرضاه في رحلة دعوية بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجد، وبينما كان يدعو زعيما من زعمائها المشركين أوعز هذا الزعيم المشرك إلى أحد جنوده فتسلل من خلفه وهو يدعوه فطعنه من ظهره طعنة غادرة أنفذت الرمح من صدره، فما كان منه إلا أن صاح قائلا: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يقسم يقول: فزت ورب الكعبة. ما تذكر هذا الصحابي زوجته وأبناءه، ما ندم على أرض لم يزرعها ولا بيت لم يبنه، ما تحسر على غنائم فاتت، لأنه ما خرج من بيته إلا للفوز، الفوز بالشهادة وقد جاءته كما تمناها. الشاب اليوم يعتبر نفسه فائزا إذا ظفر بسيارة فارهة،
أو غانية لعوب، أو على أقل تقدير بإجازة في الخارج، فتلك هي مقاييس الفوز عنده لجهله. بينما ذلك الشاب المجاهد الذي وضع روحه على كفه ففوزه مقترن بعدد الكفار الغاصبين الذين يقتلهم دفاعا عن الإسلام وعزة الدين، فوزه مقترن بعدد الأجزاء التي يحفظها في حلق القرآن ابتغاء وجه الله لا ابتغاء المنافسة، فوزه بعدد الركعات التي يحيي بها ليله، وعدد الفروض التي لم تفته فيها تكبيرة الإحرام والصف الأول. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. جاء في سنن أبي داود عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله عن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحها. نقيم في أموالنا بمعنى نقيم في مزارعنا وبساتيننا وحوائطنا، نحسن زراعتها وجني ثمارها. فأنزل الله عز وجل قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول أبو أيوب: فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية. عباد الله، هذا تفسير أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، أول من آوى النبي عليه الصلاة والسلام عنده في بيته بالمدينة، ونحن قد ألقينا بأيدينا إلى التهلكة عندما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أعظم الجهاد. ما انتشرت المنكرات بيننا إلا لتركنا هذه الفريضة. فهل أنت يا عبد الله بمفهوم القرآن بمفهوم السنة، هل أنت وأولادك وأهل بيتك من الفائزين؟ عبد الله الغلام كما في قصة الأخدود يدل الملك الكافر على طريقة قتله بعد أن عجز عن ذلك. حاول أن يلقيه من الجبل فما استطاع، حاول أن يغرقه فما استطاع، فدله هذا الغلام على طريقة يستطيع أن يقتله بها، وهي أن يجمع الناس أهل القرية في صعيد واحد ثم يربطه إلى وتد ويأخذ سهما من كنانة الغلام ويضعه في كبد القوس
ثم يقول بصوت يسمعه الجميع: بسم الله رب الغلام. ففعل الملك ذلك ورمى الغلام فوقع السهم في صدغه ومات. ولكن الثمن، الثمن أن أسلم أهل القرية كلهم وكفروا بالملك، فما كان من هذا الطاغية إلا أن خد الأخاديد وأضرم فيها النيران ملقيا فيها كل من يأبى عبادته، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع ذلك لم يتراجع أحد منهم عن دينه الجديد الذي آمن به من لحظات، وثبتوا حتى الموت حرقا. ونحن عباد الله مسلمون منذ الولادة، فهل ثبتنا على الدين؟ هل قمنا بحق هذا الإسلام؟ هذا والله هو الفوز الحقيقي. فنحن إن أردنا أن نكون من الفائزين فيجب علينا وعلى أهل بيتنا وعلى أولادنا وبناتنا أن نتمسك بالقرآن والسنة. يجب علينا أن ندعو الناس إلى الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب قدرتك وطاقتك، ويجب علينا أن نصبر على ما يصيبنا من جراء ذلك، فالسفهاء لن يتركونا سواء نهينا عن المنكر أم لم ننه عنه. يجب علينا إحياء المساجد وإعمارها بالصلاة وحلق القرآن. يجب علينا أن ننصر إخواننا المجاهدين في فلسطين خاصة وفي بلاد المسلمين عامة بالمال والدعاء، عسى إن فعلنا ذلك أن يجعلنا الله تعالى من الفائزين. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغ بما يرضيك آمالنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اجعل ثأرنا وكيدنا على من ظلمنا وعادانا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.